اليوم بالضبط جيت نتكلم على شي اصناف شي انواع ديال الموظفين او الاجراء غتصادفهم في حياتك. التناري سير حيد ورانا المفيد. اولا الصديق هاد النوع ديما كيكون زويون وفي ممشى كيتصاحب وما كيقدش يخدم بوحده وكتلقى الاداره كامله مصاحب معاه وكيعاونك وكيحمسك وكيعطيك طاقه ايجابيه. سير اخويا الله يعطيني منك شي 20000. رانا رقم 2 النجم. هاد خونا ما كيخطا حتى شي بلاصه وديما كيبغي يبان هو اللي خدام مزيان. موظفين العمال كيخدموا خدمتهم تحت الدف وما كيبغيوش يبانوا بزاف. هو بالعكس كيدير حاجه بسيطه والتناري كينوض عليه الروينه. هاد النوع كومين اتري المتسلط اللي كما كنقولوا بالدارجه القماع. هاد النوع كيموت على السلطه والسيطره واخا ما فاهم والو. كبنيدم متعطش عرفتي شنو هي متعطش تلقاه ديجا كان باغي يخدم كولونيل غير ما صدقاتلوش والان عنده مشرق وكيبغي يستعمل مصطلح الشاف. تصحابو في الزنقه في المدرسه كيسولوه واي واحد سولو في العائله على خدمته خصو يقول كلمه الشاف. شاف ديكيب شاف دو جروب حتى انا راه هو كلشي في ديك الشركه. رابعا المتملق ولا كما كنقولوا لحاس الكابا. هاد النوع كتلقاه كيتسلق الهرم الوظيفي واي حاجه تطلبات منه كيديرها وقطع له حتى 1000 درهم من الصالير ما يقول لك والو وما كيدافعش على حقه. والمدير الا دار شي حاجه خايبه تيقول له درتيها واعره ولا كان خايب تيقول له راك زوين. المهم ما كاين غير الحس الحس. اخويا الله يعفو عليك. خامسا البركاك. هاد النوع كتلقى المعمل ولا الشركه كامله ما كتثقش فيه وغير كيقرب لشي جروب كلشي كيسكت حيت كيشدها سخونه وكيوصلها. كتلقاه في الادارات في الامن في البنكات شركات المعامل وحتى في الزنقه. المهم فمو كياكلو ولا ما وصلش برقيقه غيطرطق له شي عرق. وفي اغلب الاحيان هاد النوع تلقاه ديجا كان باغي يخدم مقدم لكن كيحقق الحلم ديالو في الشركه. سادسا الشويزيفرينيا بمعنى شويه ديال السكيزوفرينيا. هاد الماركه كنقصد بها داك الشخص اللي كيدافع على مصالح ديال الطبقه ما كينتميش ليها. كتلقاه تيدافع على المدير على شي مسؤول كبير وعلى الرئيس ديالو وهو حتى السميك ما كيشدوش وفاش كيبغي يبين الخدمه كيقترح على المدير ينقص الصالير الموظفين. على دابا هذا ما تصلخوش. سابعا النقال ولد مقيقيله وناري. هاد الماركه كيديرها كنشوفك ابو بنين. هاد الماركه انت تخدم هو ينقل منك على اساس هو اللي دار ديك الخدمه وخاصه الناس ديال البيرو وما كاين غير كوبي كولي. تدخلنا عليك بالله واش هذاك وجهك ولا قفاك. ثامنا المهرج. في اي اداره كما كنعرفوا كتلقى فيها واحد كيضحك جميع الموظفين وجميع العمال. نقدو نقولوا الوظيفه ديالو فنان غير ما طلعلوش الزهر في البلاد. وهاد النوع ديال الموظفين مقبول الله يعطينا منه شي 100. تاسعا المتهرب. هاد الماركه فيما كتكون الخدمه كتلقاه في الكافيتيريا ولا كيكمي قرو على برا حتى كتسالي تماره عاد كيش يا معلم. المهم عنده خبره في التخفي والصالير ديالو كيدخل ديما بارد. الله يعطينا وجهك. عاشرا القاموس. جميع المهن غتلقى واحد الشخصيه بارزه في ديك الاداره ولا الشركه خبير في قاموس المهنه وكيعرف كل شيء على ديك الخدمه اللي كدير. كتلقاه عنده ديك 46 47 عام وكيلجئ له ديما الصغير والكبير. السلام خويا شنو كتعني الريكلاماسيون؟ خويا هذه ما فهمتهاش. المهم كيجاوب على جميع الاسئله وديما في تطور مستمر. وهذا النوع برافو عليه. يا نتوما شفتكم ساكتين عطاكونا العشرة اللي بان لكم شي بارتي من البارتيات. من واحد لعشرة وخليه يشوف راسو وانتم ما تبخلوش علينا بلايك لايك 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 وبارطاج واللي ما مشارك يشارك وحلقتنا تسالات والميساج راه وصل والريد بوبل.